هاي غيرت كلابي، قولي لي شو بدك مني؟ بكره الساعة 9 رشا تيتو. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. نغومة؟ نعم. انت شلون علاقتك بالطبخ؟ ايوه بلشنا بالغلط مثل علاقتك انت فيه تماما. ما استفدنا شيء. اي والله. لكن يدو انا صار لازم روح. لوين؟ ما تكوني مفكره ترجع نلاقيها؟ ها بدك لا شو علاقتي؟ بعدين شو بنا؟ نسيتي انه انا عم بشتغل مع ميرفت؟ قلتي لي. لكن لوين بدك تروحي؟ صار لازم لاقي بيت. حبيبتي انا وتامر بنتمنى تكوني هون. يعني ما تفكري تامر شخص معقد، بالعكس هو كثير كول وظريف وبتمناك تكوني معي. والله بعرف بس معلش يعني انا هيك برتاح اكثر. نغومه تامر ممكن باي لحظه يجي تليفون ويسافر. ايه ما اختلفنا، ما في مشكله، بس يعني بالقليله بكره لازم اطلع من البيت، بلكي بنام عند وحده من الصبايا. ايه اذا هيك ماشي. اختي مبسوطه مبسوطه كثير 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 كثير. ان شاء الله دائما. سوسية جاي بابا. أحياناً كتير بيكون الوجع أكبر من أنه نتحمله، لهيك أحياناً على قد ما بتكون الصدمة كبيرة ببطل فينا نصدقها. وقتها بس منكذب الكذبة ومنعيش. ازيك يا عسل؟ منيحة شو هالجمال؟ ايه ده يا ياسمين لسه ما جهزتش؟ لا ليه لوين رايحين؟ خارجين رايحين نسهر. تسهروا؟ ايوه هي عايزة كده. يا لطيف شو هالجمال شو هالجمال كله. اختي انا داهرة ما تنطريني مؤخرة كتير، وانت ما تتأخري بالنوم، عندك جامعة بكرة الصبح. ما عم نرتاح، نشوفك. باي. ان شاء الله تنبسطوا.